جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يذكر أيضا فيما يذكر شيخ صالح أن والدهم يمنعهم أيضا حتى من زيارة الأقارب ويصفهم بأنهم لا يصلحون للمعاشرة، كما هو توجيه الشيخ صالح. زيارة الأقارب الأصل فيها أنها قربة، بل زيارة الإخوان في الدين ولو لم يكونوا أقارب هذا من الطاعات ومن القرب التي حث ديننا عليها، لأن بها تنمية المحبة والتعاون على البر والتقوى وإزالة النفرة من القلوب. التجاور بوجه الله عز وجل هذا من الطاعات، إلا إذا كان هذه الزيارة للأقارب أو غيرهم فيها محذور شرعي، لأن كان المزور على غير الاستقامة ويؤثر على زائريه، يؤثر عليهم سوءا، فإن ترك زيارته أولى. أن لا تجوز زيارته إذا ترتب عليها ضرر الدين والخلق. إذا كان والدكم لاحظ هذا الملحظ فهو ملحظ صحيح، أما إذا لم يكن الأمر كذلك فإنما هو من باب التشدد أو سوء الظن من غير أصل يبني عليه فإن هذا خطأ. ومنع زيارة الأقارب التي لا يترتب عليها مضرة في الدين يعتبر معصية، لأنه سبب قطيعة، قطيعة الرحم، قطيعة الرحم محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطيعة الأرحام كبيرة من كبائر الذنوب، ومنع الزيارة سبب للقطيعة. إذا لم يكن هذا المنع له وجه صحيح من ناحية الشرع. نعم. جزاكم الله خيرا.